طيب خلينا برضو لسه مع النادي الاهلي، والنهارده كمان الكابتن النهارده طبعا محمود الخطيب رئيس النادي وبصحبته طبعا اعضاء مجلس الاداره المدير التنفيذي للنادي الاهلي ظهروا النهارده بتفقد الخطوات كمان التنفيذيه معدلات العمل في المشروعات الانشائيه المنتظر ان شاء الله الانتهاء منها خلال الفتره اللي جايه الخاصه طبعا اكيد بفرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس. كابتن محمود الخطيب كان حريص جدا على متابعه اعمال التشييد في البناء ومنطقه الملاعب اللي بتضم طبعا ملاعب التنس والسله والطايره ملاعب كمان الكره الخماسيه والملعب الرئيسي كمان الانتهاء من تسويه الارض ووضع القواعد العاليه والخرسانيه لجميع طبعا الاستعداد للمشروعات العملاقه اللي بيقوم بها النادي الاهلي. كمان تفقد رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي اكيد الاعمال الانشائيه الخاصه كمان بالمسجد اللي ان شاء الله هيسيع اكتر من 1000 مصلي وده طبعا بعد صب القواعد الخرسانيه الخاصه بالجامع واكاديميه كمان الكوره بالاضافه الى اكيد البوابات النادي المختلفه اللي يعني هيتم ان شاء الله تشييدها بنفس النموذج المعماري الخاص بجميع بوابات الفروع المختلفه بالشكل طبعا اللي بيحافظ على هويه النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب كمان والعديد من يعني اعضاء مجلس الاداره المدير التنفيذي للنادي كمان تفقدوا النهارده اعمال التشييد الخاصه بمشروع الجراج. احنا فاكرين مشروع الجراج السطحي كان مطلب كبير جدا جدا من الجمعيه العموميه في فرع مدينه نصر. استعرض الكابتن محمود الخطيب مع اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي والمهندس سامح علي كامل والساده المهندسين المنفذين للمشروع الشرح الهندسي الخاص بيه للوقوف طبعا على اخر الخطوات اللي بيتم بيها هذا المشروع من اجل الانتهاء كمان وده مهم جدا انجازه في اقرب وقت خاصه احنا عارفين المشروع يعني هينهي ازمه كبيره جدا خاصه طبعا يعني الباركينج تجديس السيارات احنا عارفين كمان من خلال يعني المشروع دوت انه هيسعى ل 1000 سياره ده كان مطلب مهم جدا لاعضاء الجمعيه العموميه خاصه في فرع مدينه نصر الناس مش عارفه تركن بشكل طبعاً. كبير فان شاء الله المشروع دوت خلاص باذن الله في خلال يمكن شهور هي ان شاء الله كان كلام طبعا من اعضاء مجلس الاداره على يونيو اللي جاي ان شاء الله على خير باذن الله.